وزيرة التخطيط تعلن ارتفاع معدل النمو إلى 5.3% في الربع الأول من العام بفضل أداء قطاعات الغاز والاتصالات وقناة السويس. التنين الصيني يحقق أكثر من 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 10 أشهر. وفي العراق أوسمة وقلادات وميداليات وعملات نادرة بالمتحف الوطني استخدمها المسلمون في معاملاتهم التجارية. نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم من النيل الإخبارية، مرحبا بكم. قالت وزيرة التخطيط هالة سعيد أن معدلات النمو القطاعية حققت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة نمو قطاع الغاز بلغت نحو 21.8%، وقطاعات الاتصالات 16.5%، وقناة السويس 12.3%، وأيضا التشييد والبناء بنسبة 6%. لفتت وزيرة التخطيط إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك مقارنة بنسبة 5.2% في الربع الأول من العام المالي الماضي. أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير، معتبرا أن السياسة النقدية التي ينتهجها نجحت في احتواء ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب. أشار البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 16% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب. ارتفعت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 2.8 مليار جنيه ليصل رأس مال السوقي لأسهم الشركات إلى نحو 779.6 مليار جنيه. أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي وسط ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي لتبلغ نحو 8.6 مليار جنيه. عقد وزير النقل هشام عرفات 3 اجتماعات موسعة مع سفيري كوريا الجنوبية وإيطاليا ووفود عدد من البنوك والشركات العالمية. تناولت المباحثات مع الجانب الكوري التعاون في مجال تحديث وتطوير نظم الإشارات الخاصة بالخط الأول لمترو الأنفاق والدراسات الخاصة بالخط الخامس للمترو. وفي اجتماعه مع وفد أحد البنوك الألمانية استعرض وزير النقل الفرص الاستثمارية في مجال النقل. كما استقبل الدكتور هشام عرفات السفير الإيطالي بالقاهرة ووفدي شركتي بوسطن العالمية وتيتاجرا الإيطالية، حيث أكد الجانب الإيطالي ضرورة زيادة الاستثمارات في عدد من المجالات من بينها الاستثمار في المشروعات الكبرى بالنقل البحري.
قال وزير التنمية والاستثمار التونسي زياد العذاري إن القضاء على البيروقراطية على رأس أولويات الحكومة لدعم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. أوضح الوزير أن الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفعت بنسبة 14.6% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف الوزير أن ظهور تونس ضمن البلدان الإفريقية الخمسة الأولى في ممارسة أنشطة الأعمال 2019 أصبح محل اهتمام من قبل المستثمرين الأجانب. أعلن محافظ البنك المركزي الجزائري أن بلاده تهدف لإبقاء التضخم عند 4.5% في 2018 و2019 و4% في 2020، مشيرا إلى أن احتياطات النقد الأجنبي تصل إلى 88 مليار دولار حاليا، بما يعادل تغطية عامين من الواردات. كان مجلس الشعب الجزائري قد صوت بالغالبية على موازنة الدولة لعام 2019 التي تضمنت عجزا بأكثر من 17 مليار دولار. وتم إقرار الموازنة استنادا إلى سعر مرجعي للبرميل النفط ب$50 وسعر صرف العملة ب$118 مقابل دولار واحد. تمول الجزائر صادراتها من احتياطي العملات الأجنبية الذي يتقلص باستمرار منذ انهيار أسعار النفط صيف 2014. بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة مد أنبوب نفط من مدينة البصرة إلى العقبة، وأيضا تأهيل الطريق البري بين البلدين. وقع الأردن والعراق في أبريل 2013 اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط بتكلفة تقارب نحو $18 مليار وسعة 1,000,000 برميل يوميا. يأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم قدر نحو 143 مليار برميل بعد السعودية وإيران، يأمل بأن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه. حذر تقرير لصندوق النقد الدولي من تضخم غير مسبوق في إيران قد يصل إلى نسبة 30%، وذلك بعد فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران. أضاف الصندوق أن من شأن مثل هذه التوقعات السلبية الخاصة بالاقتصاد الإيراني أن تؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وهو ما يترتب عليه تفشي البطالة واتساع رقعة الفقر. ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بنسبة 3.3% في الأشهر العشر الأولى من العام الجاري لتصل إلى $107.7 مليار. أشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين قد ارتفعت بنسبة 3.8% لتصل إلى $89.5 مليار، مع توجه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات إلى قطاعات خدمات الأعمال والتصنيع ومبيعات التجزئة. يضم المتحف العراقي بين جنباته العديد من العملات الأولى التي استخدمها المسلمون في معاملتهم التجارية، كما يشمل المتحف على أوسمة وقلادات وميداليات ودروع تمسكها لتخليد شخصيات أثرت الحياة العراقية. عملات نادرة تعرض هنا في هذا المتحف الموجود في قلب العاصمة العراقية بغداد. يمكنك أن ترى هنا العملات الأولى التي استخدمها المسلمون الأوائل في معاملتهم التجارية. هذه العملة على سبيل المثال تم إصدارها في عام 146 من الهجرة، وهي أول عملة يصدرها العباسيون في عهد أبو جعفر المنصور. هذا أول صورة، أول درهم حمل اسم مدينة السلام 146. هاي السنة هي ضحت كل الآراء اللي تقول المصادر بأن هو كملت أو انتهى من بناها سنة 149، بس هذا الدرهم دليل علينا، دليل أن بأن هو 146 انتهى من مدينة السلام وسكن بها. مجموعة من الدنانير الفضية والذهبية من بين الأقدم في العالم وضعت في شكل النواة الأولى لمدينة بغداد القديمة. أردنا صورة لخارطة العراق، لأن عندنا دينار مؤرخ سنة 199 عليه حمل اسم العراق.
خلينا كل الحدود مالتنا كلها بالذهب، لأن أكيد العراق هو كله ذهب مثل ما يقولون، ذهب بأهله، ذهب بناسه، وذهب اللي بناه. المتحف الوطني العراقي يمتلك مجموعة ضخمة من النقود التي تشير إلى فترات ازدهار الدولة الإسلامية، إلى جانب مجموعة أخرى تعود إلى حضارات بلاد ما بين النهرين والبابلية. وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسجلت أعلى مستوى في أسبوع خلال الجلسة مع سعي المستثمرين للملاذ الآمن في ظل مخاوف من انفصال بريطاني فوضوي عن الاتحاد الأوروبي. زاد الذهب 2% في المعاملات الفورية مسجلا 1214.93 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاديوم 0.3% ليصل إلى 1153 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% مسجلة 14.3 دولار للأوقية. ننتقل إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل، بارتفاع 87 سنت أو ما يعادل 1.3% عن التسوية السابقة. كما ارتفعت على عقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 56.96 دولار للبرميل. وتلقت الأسعار دعما بشكل أساسي من التوقعات بأن تخفض أوبك إنتاجها قريبا خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد كما حدث في عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض. وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية المفصلة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. وزيرة التخطيط تعلن ارتفاع معدل النمو إلى 5.3% في الربع الأول من العام بفضل أداء قطاعات الغاز والاتصالات وقناة السويس. التنين الصيني يحقق أكثر من 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 10 أشهر. وفي العراق أوسمة وقلادات وميداليات وعملات نادرة بالمتحف الوطني استخدمها المسلمون في معاملاتهم التجارية. أشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.